الحلقة. معكم الدكتور منذر الصدر من قسم البستنة والمحاصيل في كلية الزراعة في الجامعة الأردنية. يمنح قسم البستنة والمحاصيل في كلية الزراعة في الجامعة الأردنية ماجستيراً في البستنة والمحاصيل، ويتبع هذا الماجستير مسار الرسالة الجامعية، مما يتطلب الانخراط في مشروع بحثي ينتهي برسالة جامعية ليتم مناقشتها من قبل لجنة متخصصة وثم إعطاء شهادة الماجستير. ويقوم على التدريس والإشراف في هذا البرنامج ثلة من الأساتذة المتميزين أكاديمياً على المستوى الوطني والدولي. يغطي برنامج الماجستير في البستنة والمحاصيل العلوم الحديثة في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى أساليب البحث العلمي، وذلك لمواجهة العقبات والتحديات الزراعية ذات العلاقة، ومن ثم التعامل معها وإيجاد الحلول العلمية المناسبة لها. كما وتضم كلية الزراعة 4 محطات بحثية تغطي مناخات مختلفة لإجراء التجارب البحثية للطلبة، وهي مناطق الأغوار ومنطقة المؤقر ومنطقة جبيها ومنطقة شفا بدران. وتضم هذه المحطات البحثية حقولا واسعة وبيوتا محمية للتجارب الخاصة بالمحاصيل والخضروات، كما وتضم بساتين متنوعة من أشجار الفاكهة دائمة الخضرة مثل الحمضيات والنخيل وأخرى متساقطة الأوراق مثل العنب واللوزيات، بالإضافة إلى جميع الآلات الزراعية الحديثة والخاصة بتحضير الأرض للزراعة وورش متخصصة في صيانة هذه الآلات. وتدعم عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية تكاليف المشاريع البحثية لطلبة الماجستير، مما يحفز الطلبة للالتحاق ببرامج الجامعة ويذلل العقبات البحثية لإنجاح مشاريعهم. بالإضافة لذلك يتوفر لطلبة الماجستير كل ما يحتاجونه من أجهزة علمية متطورة ومتخصصة، وهي موزعة على عدد من المختبرات العلمية في قسم البستنة والمحاصيل مثل مختبر فسيولوجيا النبات ومختبر المحاصيل العقلية ومختبر البستنة ومختبر التقنات الحيوية. ويلتحق العديد من خريجي الدراسات العليا وخاصة الماجستير في البستنة والمحاصيل في مؤسسات مختلفة بحثية وأكاديمية وحكومية وخاصة في الأردن وفي دول الإقليم، وذلك لسمعتهم الأكاديمية وإنجازاتهم البحثية والتطبيقية. أهلا بكم في برنامج الماجستير في البستنة والمحاصيل في كلية الزراعة في الجامعة الأردنية.